بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة دي ان شاء الله حلقة بسيطة، هي مجرد نصايح بسيطة اتكلمنا عليها بالتفصيل. انا سايب عناوين الفيديوهات اللي اتكلمت فيها على الموضوع ده بالتفصيل في الاسكريبشن في الوصف تحت. النصايح دي هنستعملها خصوصا في السفر، خصوصا في المسافات الطويلة الطوالي. طبعا اي سفرية ذهاب وعودة ما بتقلش ابدا عن 500 كيلو، طبعا فما فوق بقى 1000 2000 على حسب المكان. تمن الصيانة اللي انت هتعملها قبل ما تسافر، تقريبا تمن البنزين اللي انت هتوفره في السفرية دي، وانت في نفس الوقت استفدت في صيانة السيارة بتاعتك. هم حوالي تقريبا 5 نصايح. هندخل على طول على الفيديو ونرجع تاني. في صيانة مهمة جدا اغلبنا بننساها وبنهملها، اللي هي ضبط الزوايا او ضبط الميزان او موازنة الاطارات نفسها، الكفرات، اللي هي تكون الاطارات كلها العجل كله ماشي للامام. لان في اغلب الاحوال لما تيجي تركن او تصف السيارة بتخبط في رصيف، الاطارات دي بتتعوج، الزاوية بتاعتها تبقى سليمة، سواء الامام زوايا الكامبر زي ما احنا شايفين تبقى مقوسة للداخل او الخارج، او عجلة يمين او شمال مفتوحة. ده شيء مهم جدا لما تكون عايز السيارة ماشية في خط مستقيم مظبوط، ما تفضلش تصحح بالدريكسيون شمال ويمين طول ما انت ماشي. طبعا ده بيستهلك بنزين وبيتعبك في السواقة في المسافات الطويلة. هي طريقتها سهلة جدا، انت بتوديها محطة خدمة، محل ضبط زوايا زي ما احنا شايفين طبعا بالكمبيوتر، وهنفهم بالكمبيوتر ازاي. طبعا بيركب هنا العواكس زي ما احنا شايفين كده. الموضوع سهل زي ما احنا شايفين كده، هحط لكم في الصورة الجانبية. الاسكاترا نفسها او اللي هو بيتحكم فيه الاطارات شمال او يمين بيبقى فيه صامولة اللي احنا شايفينها دي. دي بنفضل احنا نوسع ونضيق لغاية ما يبقى قدامنا على جهاز الكمبيوتر الزاوية تبقى لونها اخضر. انا مش هدخل في تفصيلات، ولكن عشان تبقى فاهم هي بتتعمل ازاي، صامولة بنلفها، العجل يتفتح يمين او شمال على حسب الكمبيوتر اللي قدامي والمقاسات الموجودة على جهاز الكمبيوتر. بنعمل الجنب اليمين نظبطه، بعد كده بنقفل الصامولة بتاعتنا، وبعد كده نعمل الجنب الشمال. الموضوع بسيط، كله بياخد مثلا 10 دقايق ربع ساعة، موضوع بسيط جدا. خلصنا الجنب اليمين، هنشتغل في الجنب الشمال نفس الكلام. هنبدأ نظبط الصامولة بتاعتنا او الدراع بتاعنا لغاية ما العجلة تبدأ تبقى مظبوطة قدامي وعاطية لون اخضر على شاشة الكمبيوتر زي ما احنا شايفين كده. احنا هنا بنطول الدراع عشان العجلة دي تتفتح شوية، لان مقفولة هي للداخل. يعني ليه احنا بنقول نظبط على جهاز كمبيوتر؟ لان احنا زي ما نشير العربية اللي احنا شغالين عليها دي نيسان N17، كل سيارة بقى لها برنامج ولها مقاسات زي ما شايفين مكتوب N17، فلازم تبقى المقاسات بالاجزاء من الميلي زي ما احنا شايفين كده كله اخضر. لو طلع لي لون احمر يبقى في حاجه هنا عايزه يتعاد الضبط بتاعها. ما ينفعش ناخد حاجه جنرال عامه ان كل سياره لها مقاسه عشان تبقى الاطارات كلها في خط واحد، وبالتالي تعمل لي اقل استهلاك بنزين وانت ماشي على السرعات والطرق المفتوحه. بس دي ملحوظه مهمه، ان يكون البرنامج اللي انت شغال عليه زي برنامج او نفس موديل السياره بتاعتك. الملصق الخاص بالضغط يا اما هنلاقيه في القايم الخاص بالسياره، يا اما في درج التابلو زي ما احنا شايفين، بسيط جدا ومش محتاج يعني شرح. طبعا هو كاتب لك هنا مقاسات الاطارات بتاعتك الاماميه والخلفيه والضغط بكل الانواع، بالبار والكيلو بسكيل والبي اس اي، دي المقاسات هنا مع الحمل، وهنا مع الحمل الكامل يعني افراد والشنطه مليانه. طبعا لو هنلاحظ هنا ان الجزء الاطار الخلفي بيزداد الضغط بتاعه لو انت محمل كميه كبيره عشان يكون الاطار نفسه صلب وما يكونش فلات على الطريق نفسه. حاجه مهمه ان انت لازم يكون معاك مع عده السياره عداد بسيط لقياس ضغط الاطارات. ليه؟ لان اغلب المحلات او البناشر او الورش الخاصه بالاطارات بيكون العداد بتاعها
مش مظبوط، بتكون قراياته غلط سواء بالزائد او بالناقص، يبقى انت كده ما عملتش اي حاجه. فلازم يكون انت معاك المقياس بتاعك، تتاكد ان الضغط سليم زي ما مكتوب قدامك على الملصقات اللي احنا اتكلمنا عليه. فدي بس حاجه برضو ملحوظه مهمه، لان العدادات دي غالبيتها بقياس سليمه. لان طبعا لما يكون الاطار منفوخ صح ضغطه سليم، بيكون مقاومته على الطريق اقل ما يمكن، لان طبعا لما الضغط بيقل الجسم بتاع الاطار نفسه بيبقى مشطح على الطريق نفسه، وبالتالي تبقى مقاومته عاليه، معنى كده استهلاك بنزين عالي للسياره. لما يكون الاطار منفوخ بالضغط السليم يدي احسن تماسك واقل استهلاك للبنزين. الموضوع الثاني المهم اللي هي البوجيهات او البواجي، ناس كتير ما بتهتمش بيها. المحرك شغال، مكنه شغاله، مفيش مشكله، ولكن لو انت بتهتم بيها وتماشي بالجدول الصيانه هتفرق معاك كتير في الاداء واستهلاك البنزين. لان ببساطه لو في واحد ضعف زي ما احنا شايفين، في سلندر مش هيبقى شغال، يعني العربيه 4 سلندر معنى كده ربع الطاقه بتاعتها مش شغاله. السبب في كده بسيط جدا، ان طبعا البوجيه دوت بيتعرض لتسخين عالي وضغوط عاليه، ولازم يكون فتحه الجاب ما بين القطبين مظبوطه بالظبط. مع الاستعمال الفتحه دي بتتاكل وبيتكون حواليها رواسب، فمعنى كده ان السبارك الشرارة نفسها ما بتنطش او بتقفز بين طرف للتاني بصعوبه، او ممكن ما تشتغلش اصلا، وبالتالي بقى عندي فقد في الطاقه. لو قلنا 4 سلندر معنى كده ان عندك ربع المحرك مش شغال، بالتالي بتدوس بنزين عشان تعوض الفقد ده، فبيدي استهلاك عالي للبنزين. الصح انت تمشي بجدول الصيانه او بتغير البوجيهات اصلا لو كانت عندك قديمه مش شغاله، او انت بقالك مده ما عملتلهاش صيانه. حاجه مهمه جدا في ناس كتير ما بتهتمش بيها، اللي هو فلتر الهواء. فلتر ده لو في سدد قديم ما اتغيرش، ببساطه الهواء هيلاقي مقاومه هو داخل المحرك هتكون كميته اقل من المطلوب، وبالتالي هتكون كفاءه الاحتراق الوقود اقل من الطبيعي. فانت بتعوض ده بان تدوس بنزين زياده علشان تبدا تعوض الفقد ده. موضوع اللي انت تنظف فلتر الهواء بالهواء المضغوط طبعا موضوع فاشل تماما، لان ببساطه الاتربه لما بتدخل في نسيج الفلتر بتتلفه، فانت لما بتطلعها بتكون الفتحات بتاعت النسيج الفلتر وسعت، وبالتالي بتدخل لك غبار جوه جسم المحرك وطبعا بيعمل لك تآكل. فالافضل تجيب فلتر جديد. حساسات طبعا اللي هو الماب او حساس الثلاجه او المانيفول، ده لما انت بتنظفه لان بيقيس لك كميه الهواء اللي بيتسحب للمحرك، فده طبعا بيبقى عليه اتربه وممكن زيوت، فالافضل يتنظف هو وحساس الماب او حساس العمه او حساس الفلتر، مهمين جدا. وانا سايب في الديسكريبشن ازاي بتنظفه، لان ده اللي بيقيس لي كميه الهواء اللي داخله للمحرك قد ايه. فلما بيكون سليم بيبقى الاحتراق سليم. الحاجه الثانيه البسيطه اللي احنا واحنا مسافرين ناخد اقل كميه من العفش او الملابس او العزال بتاعنا عشان تكون السياره خفيفه ببساطه، يعني اقل وزن بيدي اقل استهلاك. الحاجه الثانيه المهمه اللي احنا تكون السرعه بتاعتنا ثابته. السرعات العاليه اللي فوق ال 120 بيكون ببساطه الار بي ام عالي، وبالتالي بيبقى استهلاك البنزين عالي، يعني الحد المظبوط لاقل استهلاك ما بين 2000 ل 2500 لفه، يعني 100 ل 120 كيلو. ده اقل استهلاك وافضل اداء للسياره في الحاله دي. وطبعا لو عندك اللي هو مثبت سرعه او كروز كنترول يكون افضل، لان بيعمل انخفاض في استهلاك البنزين. زي ما شفنا طبعا حاجات كلها بسيطه وبديهيه، ولكن فعلا هتفرق معاك في المسافات الطويله في راحه القياده، وفي نفس الوقت استهلاك البنزين هيكون اخفض واقل ما يمكن. بس نتمنى لكم رحله سعيده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.